أعزائي المشاهدين، المرة هذا مقدمة مختلفة من على ظهر هذا الخيل. زي ما تشوفون من هنا من شارع الستين ومن ساحل الستين، المكان مزدحم وناس كثير، ما تقدر تغطي المكان لا في حلقة لا في حلقتين. فعلشان كده رجعنا مرة ثانية عشان نرويكم أجواء البلدة، نتعرف على الناس من وين جايين، من أي محافظة، من أي مدينة. وأيضا معنا العديد من الأسئلة والمسابقات، وأكيد بتصاحبها الجوائز. ناخذ جولة الآن طبعا في الخيل. وصاحي عويله بعدم الغرق. العائلة الكريمة هنا اليوم ضيوف معنا عبر البرنامج، تعرف على الاسم الكريم. سعيد أحمد سعيد معروف. أم زايد أحمد سعيد معروف. ابنك هذا ما شاء الله، الله يحفظه لكم جميعا إن شاء الله. خرجت مع العائلة اليوم إن شاء الله، مستمتعين بالأجواء؟ يا رب لك الحمد. أول مرة تخرجون ولا من قبل؟ والله خرجنا قدام يومين واليوم خرجنا. واليوم نزل زين زين، الواحد ينزل مع عائلته ويغيرون لهم جو ويستمتعون بأجواء البلدة يعني. أكيد أكيد. تعجبكم البلدة؟ أكيد يا أخي، لما تشوف الناس كذا مجتمعين ومنشرحين يا رب لك الحمد. فعلا رغم كل الظروف الصعبة يبقون الناس ما شاء الله مستمتعين بأجواء البلدة ببرودة البحر. أكيد. مثل الغسلة؟ ان شاء الله بشويه ما يفضل الجو، انت عارف محل الاوائل كذا. نعم. يفضل الجو بعدين تقدر تنزل تاخذ راحتك عشان ما تضايق الناس، ولا خذ راحتك وتغسل وتغسل براحتك. طيب في نقطه دائما نشدد عليها، موضوع النظافه في الشاطئ. اكيد اكيد. انتوا ايش الاليه اللي تتخذها مع العائله لما تنزلون مثلا على البحر تفطرون مثلا حاجاتكم، بعدين ايش تسوون؟ والله ضروري الانسان يكون يعني زي كل النظافه ثقافه، والثقافه الانسان محتاج الثقافه اكيد في حياته، محتاج انه يكون انسان مثقف. انا لما اشيل حاجتي هذه لما الحاجه حقها هذه لما تحصي الشاطئ ما شاء الله تبارك الله شاطئ نظيف، شاطئ يفتح النفس. اكيد هذا اهم نقطه، دائما نوجه رسائل لكل الناس لكل العوائل لما يشوفونكم ابنائكم تاخذون القمامه معكم. اكيد على يقتدي على طول قدوه يكون. اذا تمام، انا منورين اليوم معنا برنامج اجواء البلده في نسخته الخامسه. هات لي الجائزه تبع العائله الكريمه، وجينا والمكان نظيف، عندهم 50,000 ريال يمني مقدم من لجنة مهرجان البلدة، وأقوى تحية لهم يستاهلون. العائلة الكريمة قادمين من الجميلة عدن الساحرة والباسلة، نتعرف على الأسماء الكريمة. اسمك؟ حيفاء. حيفاء والنعم. اسمي تغريد. والنعم والله. توتا. توتا. أحمد. محمد. والنعم والله. إيش يقربون لش ما شاء الله؟ أولادي. فضكم. متى جيتوا؟ والله جينا اول امس وصلنا. نورتوا المكلة ونورت. جيتوا مخصص للبلدة؟ ها حلو. وجيتوا من قبل ولا اول مرة؟ جيت من قبل يعني، بس موسم ده ما شاء الله احسه مرة يعني اكثر، وما شاء الله تبارك الرحمن اجواء مرة طيبة وحلوة، نسأل الله العظيم يعني شفاء بيد الرحمن، ولكن أجواء مرة طيبة وأهل الحضرموت مرة طيبين والله. الله يعطيكم العافية وأهل عدن على رأسنا، ودائما نقول ما أنتم ضيوف، أنتم أهل المكان. يعطيك العافية، ما قصرت والله. آمين يا رب العالمين. نحن طبعا العوائل نستهدف حاجات عندهم يعني في هذا الفقرة خصوصا، بعدها بخبرش عليها، ولكن من الموجودين مع الشجاو من عدن ولا من هنا من المكان؟ من عدن. من عدن ايه؟ اخواتي. ممتاز، نورتوا اهل عدن فوق العين وفوق الراس. مشكلة. نرجع للنقطه الاساسيه الان، دائما نحن في التصوير جالسين بنرصد العوائل اللي مهتمين بجانب النظافه، مكانهم نظيف، ياكلون حاجتهم ويحطونها الزباله. فهمينا كيف الاليه اللي بتتعاملي معها مع الاطفال في موضوع النظافه؟ يعني اول شيء نزلنا البحر لازم نكون الفرشه تكون نظيفه، فالاكل بعد ما يخلص لازم نحن نلم الاكل ونحطه في الزباله. تاخذونه معكم؟ ايوه لازم نحطه في الزباله يعني نحن ماشيين، لانه هذا من ادب الرسول سبحان الله عليه الصلاه والسلام، لانه المكان يعني يعتبر مكان يعني حلو وكذا، فما له داعي نحن نرمي في الزبايل في الارض وكذا. فاشياء يعني نتمنى الكل يعني يتعاون معانا، يكون يشيل الاغراض حقهم الوساخه وكذا، يكون يشيلهم ويرميهم في الزباله. جميل. هذا هي الحاجه اللي ابغانا بنوصلها لكم، واهل عدن ضيوفنا الشباب هنا في البرنامج. هات لي
جائزتهم وهات لي الهدية 50,000 ريال يمني مقدمة من لجنة مهرجان البلدة وتستاهلون. الله يعطيكم العافية ونورتوا برنامج أجوال. مشكور الله يعطيك العافية ما قصرتوا والله يجزاكم بالخير. الله يعطيكم والله يعني إن شاء الله بلدة طيبة يا رب العالمين فيها الخير والبركة. استمتعوا بالبحر وبرود. يلا مع السلامة. مع السلامة. أعزائي المشاهدين ما زلنا نتجول وفي فقرتنا لليوم ومعنا العائلة الكريمة الاسم خالد عبد المجيد عبد محمد رضوان عبد الله عبد المجيد عبد محمد. ايش اقرب له؟ عمي اخوي عبد الله رضوان عبد الله عبد المجيد. اي مرة رضوان عبد الله عبد المجيد محمد رضوان عبد الله عبد المجيد. اليوم مع العائلة الكريمة خرجت استمتع بالبلد. ها استمتعنا ما شاء الله حلوة البلد. ها حلوة. من وين انتم؟ من تعز. وين في تعز؟ قبل حبشي. ونعم والله بأهل تعز نوجه تحياتنا لكل أهلنا وأحبانا في تعز. إيش تقولون لأهل تعز؟ تعالوا البلدة. نقولون تحية لكم بالبلدة والجو رهيب هنا. وعلى المناظر هذه الحلوة. أنا يعجبون الرجال والشباب اللي خليه. تعال عندي قرب. الرجال والشباب اللي ينزلون مع عائلتهم يغيرون جو ويستمتعون بالبلدة. اليوم نزلت مع العائلة. نزلنا مع العائلة ويعني البلدة هذه العلاج للناس. حلو. جميع الأمراض أمراض جلدية الأعصاب تمام. بس يعني تعب الظروف والمواصلات ولا كل يوم مدري التعز اللي بيجوا كامل. فهمتك. متواصلين معهم يعني. جميل. اذا ان شاء الله متى ما سمحت ظروفهم وسمحت لهم الفرصه يكونون ينورون هنا المكلة ترحب بالجميع ان شاء الله. الان نحن نجي نقطه مهمه عند العوائل. نجي قبل ما نجي عند عائله نشوف موضوع النظافه. هل العائلة أكلت واحتفظت بالمخلفات وتأخذها معكم ولا إيش الآلية اللي تستخدمونها؟ ما قدمنا معانا الشاهي بس. حلو. جبت الشاهي شربت الشاهي. أنا أتكلم يعني إيش بشكل كامل يعني فهمت الفكرة؟ كل مرة لو نزلتوا مثلا تغديتوا وتعشيتوا وفطرتوا إيش تستخدموا؟ كل مواطن يعني يكون مسؤول على نفسه وشخصيته ونظافة بكل حاجة. ممتاز. يعني الناس يقول لما يشوفون المكان مش نظيف. أيوة لأنه في ناس زوار غير من اليمن ولا من برا. صح ولا لا؟ الله يعطيكم الصحة والعافية نورتوا ما شاء الله تبارك الله برنامج أجواء البلدة. هتري الجائزة جائزتكم مقدمة من لجنة مهرجان البلدة 50,000 ريال يمني وتستاهلون وأقوى تحية لهم. ما زلنا مواصلين مع العوائل الكريمة اللي جالسين يستمتعون بالبلدة وأجواء البلدة. نتعرف على اسماء الكريم. أقبال سالم سيدي كتيري. هديل رامي محمد فضل مطيباج. ريم رامي محمد مطيباج. والنعم سالم سيدي سالم كتير. والنعم والله الله يعطيكم العافية. عاد حد معكم ولا؟ ما عيدك البنتي. ما شاء الله تبارك الله. خرجتوا اليوم للبلدة؟ كل يوم نخرج. قريبين من هنا. استمتعوا بأجواء البلدة والبحر. ايه حلو. طيب مدام نزلتوا يعني اكيد لكم طقوس معينة مثلا تفطرون هناك في البيت وتنزلون ولا هنا ولا لا 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 نخرج من البيت الساعة يمكن 5:30 كذا. ما شاء الله بدري. نشتري بخمري وشاهي نشهى بعدين نخرج نسبح نسبح نسبح. على طول نسبح. البحر بارد؟ ايه بارد. تعرفون تسبحون ولا قريب قريب؟ لا لا قريب. كل ما ندخل وكل ما ييتوا لهنا. لا جميل لانه تسمعون انتم عن حالات الغرق وال ايوه. لا نسبح قريب. لا جميل ما دامكم انتم انكم منتبهين. الحاجه الثانيه موضوع النظافه. انتم الان خرجتوا فطرتوا ايش تسوون بعد ما لا. والله حتى بروح على 60 والله شيء بعد ما ناكل مع تدير روتين. الا نشيل نطرحها في قرطاس نطرحه هنا ونشيل نطرحه في اقرب قمامه والله شيء كذا او نطرحه كذا نعصبه ونلفه بعدين يجون اصحاب النظافه يشيلونه قدوا في قرطاس. وهذا هو اللي نتمنى كل العوائل الامهات المهتمات بالنظافه. شوفوا حتى بنتي صدق الله حق في البيت تقوم تاكل طرزان ولا شيء. لا عودتيها من وين صغير. ايوه كلهم بناتك شاطره. في انشوده معاش؟ لا جهز انشوده نسمع صوت. ايش فيه؟
يلا راح ترتبون ولا تحشون علي ها؟ يلا دوم ضحكتكم ودوم جمعتكم يا رب ان شاء الله. يعطيك العافيه. اذا نحن اهم حاجه هذا كان موضوع النظافه الشباب في البرنامج هنا الاخوه استاذ محمد ناولنا الجائزه تبع العائله نورتوا البرنامج والله يعطيكم الصحه والعافيه. على فكره نتابع كل يوم على راسي والله على راسي حتى يوم لقيت البرنامج حق التياب تابعه. شكرا شكرا متابعتكم على راسي. لجنة مهرجان البلدة تقدم لكم جائزة قيمتها 50,000 ريال يمني وتستاهلون. الله يعطيكم العافية. نشوفكم على إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. يعطيك العافية. الآن جينا لفقرة الظروف والتحديات اللي فيها. جاهز التحدي؟ جاهز. اسمك؟ سام. سام من وين؟ من أب. والنعم والله بأهل أب ساكن في المكلة. أيوة. مع من جي؟ مع أهل البيت. والنعم والله. طيب اختار لك ظرف. عفوا أول واحد. طيب نشوف التحدي اللي فيه. إيش التحدي يقول؟ سمعني صوتك. سمعنا صوتك. صوتك حلو؟ يا عندك انت عندك مع بنا اختار. ماما جابت بيبي بيبي الصغير يا الله محلاه شو نغني له غنيه. غير بيبي ماما جابت بيبي وايدين يغنونها. من 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 انا اشيد كثير. مصطفى مصطفى سيد الانبياء كان في عهده لليتامى حفيظا. يا سلام عليك. اقوى تحيه للحبوب. ان شاء الله نشوفك مرات ثانيه. هات لي الجائزه المقدمه من فيد في يمن الشركه المتخصصه في اكسسوارات الجوالات. مع السلامه الكاميرا. وهنا برضه يلا مع السلامه. اسمك؟ عمر حسين بن الزوع. وهذا من وين؟ من الكود حي النصر. والنعم والله والنعم بأهل الكود. أنا استنورت. جاهز للتحدي؟ جاهزين. يلا معك الظروف اختار واحد خير الأمور. طيب التحدي يقول ركزوا معي الحاضرين. بعطيك كلمة تعطينا عكسها. عكس الكلمة. عكس الكلمة يعني لو قلت لك مثلا واقف حادث. لحظة اللغة العربية. لا يعني بعطيك جملة أعطينا عكسها أو كلمة. يعني لو قلت لك واقف جالس. حلو ممتاز سريع سريع. لا حد يجاوب. خلوه ياخذ راحته. لا حد يجاوب. ثقيل ثقيل. حلو باللهجة الدارية. ثقيل. حلو ثقيل بس تقول لحد مرة ثانية. ها تمام. ينام صاحي. يقوم يقوم يجري يخب. حلو اللغة العربية نقول لك تشتكي هناك وانت رياض. يجري يركض. هو يجري معناه يركض لكن يجري وعكسها نعكس الكلمة. واقف واقف ممتاز. جائع يواع ويع. ها يواع والله. هاي ويع و شبعان. شبعان ممتاز. الحين هذه انت باللغة العربية الفصحى. نقلبها وقت بتقول لي. طيب صادق كذاب. حلو. السلام. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. السلام اللي هو الأمان والهذا ايش عكسها؟ السلام الأمان. تقول لي مسدسات. وهذه المشاكل اللي هي الحروب. عليكم الحروب من راه. تمام جيب لي عكس كلمة كامبليز. أبورة. أبورة أبو قدام أبو عصيد. أقوى تحية له. يا سلام كلمة ما بيقول بيمول. ما بمول يا أخي. يلا مول خذ راحتك. خذ لحظة خذ نفس. يا حافظ عليك. أنت مجروح طلعت. مجروح والله. يا ليل
أنا عندي طير ببيته اسمه عبد الصمد. هو مسميه؟ حصلته يا ريس مع الزوغ غيري. قلت له ليش يا ريس مع غيري؟ اسمع صوتك راح ما غيره. بعدين شكله طير ابو عشره ذي. وينه؟ اوه شوي فره. هات لي الجائزة للروح الجميلة هنا مقدمة من فت في فون. فت في يمن عفوا. تستاهل كل خير. سعادة دائمة لقلبك وروحك. امين يا رب. تبين نفسك من الشمس. لا تخاف. مع السلامة. الله بيبي. نادي اتحاد حضرموت القادمين من سيئون الجميلة اليوم موجودين معنا هنا على البلدة. نقول لكم اولا هارد لك. هارد لك رايضة صح؟ رايضة. ان شاء الله في الاياب معوضين منورين برنامج اجواء البلدة. اسمك؟ عبد الله العمودي. ونعم. احمد صالح. يونس بن يونس. ونعم. فارب سلمان. ونعم والله بكل الشباب. طيب ونعم والله. معنا الان تحدي. جاهز تدخل تحدي ولا لا؟ جاهز. جاهز. معنا تحدي الان له. في الظروف يختار ظرف. اها تو اخترت اللي فوق. التحدي يقول صوتك حلو ولا لا؟ مش حلو. تلعب وين انت اول شيء؟ مهايم صغير؟ حارس. لا الله ماي عبالك. حلو. طيب يقول لك من فنانك المفضل؟ شيرين. شيرين. قبل ما تتطلق ولا بعد؟ قبل. قبل. تمام حلو. اذا نبغاك تقلدها. ما اعرفش. والله صبرت. شوف طيب ايش تسمع لشيرين؟ يعني ايش حاجه ممكن تغنيها النحن غير الكلام لو كان يعبر على الحنان؟ كنت قلت اني بحبك من زمان. يلا سمعنا حاجه لشيرين. صوتي مش حلو. لا هات ما يقول. بعدين نحن هناك بالمكسية والله نطلع والديك. ما هو لا لا طلعوا نلقي له صدى. والله كنا نحن بنغني عادي. يلا تمام يهز النحن. خا يلا واحد شيء مش لا دربوك حق شيء. غني ثانية عادي. كنا نحن بنغني. نحن بنغني فنانك المفضل. غير الفنان. طيب من؟ طيب عادي. ها من؟ صالح. صالح النحن. طيب يبوا كلام يبوا شيء ثاني. مسلم. اصيل ولا اصاله امشي كلهم بغنوا معنا. معنا اصيل. يم اصيل اصاله قالوا لك بغنوا. خلهم غنوا عادي. واحد اصاله بتغنون. يلا بتغنون. يلا يلا مره ثانيه نسمع شيرين. تمام يلا الان بنسمع اغنيه خاصه باتحاد سيئون واحد او اتحاد حضرموت صح؟ قاعد واحد اثنين ثلاثة غنوا يلا. تحدي يا نادينا اصغر يا زول الهيل ادي لك هذه الغنية وانت الناس بعدين. الهيل هذه الجاية اسمعها الناس بعدين. يا نادينا اصفر يا زول الهيل ادي لك هذه الغنية تسمعها الناس بعدين. لك هذه الغنية تسمعها الناس بعدين. الله 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 الله. اقوى تحية للشباب في اتحاد حضرموت. انا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يا رب نشوفكم تلعبون في الخارج وفي محافل كبيرة ان شاء الله. تمام ان شاء الله ان شاء الله. طيب بمناسبة المشاركة هات لي الجائزة مقدمة من مؤسسة فهد باوزير للتجارة. كنا على فيها مشتاق. تمور العزوة. من حبة حبة. امور. طيب بالعافية عليكم. تمر. اوكي بعدين دي تمر تمر تمر. تمور العزوة هدية مقدمة للناس ضيوف برنامج اجواء البلد. شوفك على خير. ان شاء الله. اشتاف اشتاف. شوفك على خير. ان شاء الله. ما زلنا مواصلين في فقرة التحديات اللي في الظروف. اسمك؟ صالح. صالح من وين؟ والله من المكلا. نعم والله ابو صالح الله يعطيك العافيه. جاهز للتحدي؟ جاهزين. غسلت يا صالح؟ اكيد. ايوه يطلع التحدي غسله مره ثانيه؟ لا لا جاهز 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 اكيد. يلا تمام.
اختار لك واحد من الظروف. طيب الظرف عبارة عن لغز، يقول لك في حاجة كل ما لمستها تصرخ وتصيح. لا يا جماعة خلوه يمخمخ شوي، خلوه يمخمخ شوي، ما شاء الله مشاركات. الجراس ركز، أنا بغيت لك الجائزة. في حاجة أول ما تلمسها تصرخ وتصيح. ركز، يا ما عرفت أنا بقول لك الإجابة. الديك. الديك حتى بدون ما تلمسه. التلفزيون. التلفزيون بدون ما تلمسه، الريموت تو. الجراس الجراس. اللواه. ركز معي. ركز السؤال. الإجابة صحيحة والجرس، وهات لي جائزتها المقدمة من فتفي يمن. الله يعطيك الصحة والعافية، شوفك على خير، مع السلامة. الآن طبعا التحدي مميز عشان معي الشباب المتطوعين هنا في سرية الأخلاء والإنقاذ التابعة لقوات خفر السواحل بساحل حضرموت. اسمك الكريم. هاني أنور السقاف. هاني السقاف، بالله حيولي هاني أولا. هاني نموذج جميل للأمانة، من قبل كان برغم أنه ما له دخل بناء ولكن كان متعاون معنا بشكل كبير ما تتخيلون، فالله يعطيكم الصحة والعافية كل الشباب، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نوجه رسالة للناس أنهم يتعاونون معكم بأكبر قدر مطلوب يعني. طيب هاني، يتواجهون صعوبة مع الناس؟ مع والله الناس في بعضهم يتفاهموا، في بعضهم يقول له يا سمحت اطلع من البحر، يقول له البحر هو حقك. طيب البحر هو مش حقي، احنا جينا هنا نخدمك. صح. ما جينا نلعب، بغينا منهم ايش؟ من اللي يقول لك وكذا؟ ايش اللي عليه؟ ايش اللي؟ عيال البلاد مليانه، ايش لك على من اما من؟ تمام، الله يكون في عونكم ان شاء الله. نرجع نوجه رساله مره ثانيه، تعاونوا مع الشباب، هم موجودين لخدمتكم، اي حاجه تحتاجونها. الناس القادمين ضيوف على حضرموت، الشباب هنا ما بيقصرون معكم، وشكرا لتعاونكم مع الجميع. طيب الان ندخل للتحدي، خلاص اختار لك ظرف واحد. هذا اختار هذا الظرف اللي فيه، يقول لك شخص بينك وبينه خلاف، سواء بسيط كبير، حابين نهي الخلاف عبر البرنامج يعني. والله لو كانوا زعلان مني انا اسف، لو كانوا من هو واحد شو والله جبت الصوب يا صاحبي. حافظ عليك، موجود هنا زكريا معنا. موجود قاري هذا زكريا، موجود هنا في الدمع. لا ما له، لو كان هلا هنا بقول له لو انت زعلان مني العف منك. طيب حلوين حلوين، هو جارك ساكن في الحي عندك. ايوه. حصلت مشكلة. ما نحن ما بندخلش في التفاصيل، وانما مجملا حصلت مشكلة، هو يشوف انك انت الغلطان وانت تشوفه الغلطان. انا غلطان. تمام، اذا في سوء فهم، ان شاء الله نكون يكون خفيف، نحن معد ما ندخل في اسمه ولا اي حاجة، اكيد هو عارف من هو. هو عارفه. ايوه، ايش تقول للشخص هذا اللي اكيد يتابع نحن عبر شاشة التلفزيون حضرموت برنامج اجواء البلدة؟ اقول له لو انت شايل مني اما شايل بقلبك مني انا اسف، لو حصل مني اي شيء. لو انت مضايقنا الله بيني وبينك. نعم، وانت اكيد مسامح. انا مسامحه بالدنيا والاخره. نعم. الشخص المقصود والمعني احنا عبر البرنامج في الاجواء الجميله اللي نعيشها اليوم، روح التسامح مطلوبه. مننا معصوم ما قد يوم زل. الشباب الحياه قصيره والعمر قصير زي ما يقولون، الواحد مش عارف ايش اللي مكتوب له وايش اللي مقدم. الشخص المعني الاخ امامك طلب العفو منك ويقول لك انه مسامحك، وانا بحق القبولة وبحق الرجال وبحق كل حاجة نقول لك اتمنى انك تسامح، وانكم اول ما تلتقون تسلمون على بعض، وكون بادر بالسلام. تمام ان شاء الله يا رب. صفقة له بالله، اقوى تحية للموقف الجميل الجميل منك. انا ما يعجبناش الناس اللي تكابر يقول لك انا ماشي بيني وبين حد، اكيد تحصل الحاجات الخفيفه والتقصير وكل حاجه. اذا سعاده دائمه لقلبك، وربي يخلي لك اقرباء واصحاب ان شاء الله. زكريا ربي يعطيك راسي والله، الله ينصرك ان شاء الله. هذه الجائزه اعطيه منها، خليه يطعم تمور العزوه يعني. ها تمور. ايوه تمور. بالعافيه عليك، تستاهل كل خير. شكرا، توفيق. شكرا لك، الله مع السلامه. معنا الولد الان قال بيدخل معنا في التحدي. اسمك؟ محسن حسين العالي. والنعم بمحسن، من وين؟ من جبوه.
والنعم بأهل شبوة، ساكن هنا يا محسن؟ تعجبك البلدة؟ نعم. مع من خرجت؟ مع أهلي. مع أهلك، خلاص تغسلت؟ أيوة. وقته طالعين؟ إذا تمام، متى بترجعون؟ نرجع إن شاء الله البلدة الثانية. إن شاء الله، ليه البلدة الثانية؟ نحن في البداية. بعد كم أيام قصدك؟ حيابكم، نكون انتبه بس من البحر. طيب، اختار لك ظرف. التحدي تبعك يقول لغز، ركز معي اللي الحاضرين بالله، اي واحد يسمع اللغز لا يجاوب اذا عرفوا الاجابه، متفقين؟ حلوين، خلونا احنا نخوض التحدي. يقول لك اللغز، في حاجه تتحدث كل اللغات، ركز، شيء يتحدث كل اللغات. تلفون. حلو، حلو التلفون. غيره؟ عدنا احنا. شيء يتحدث كل اللغات. حد من الجمهور حابب يساعدك؟ ايوه صالح. من الجمهور اختار واحد يساعدك يقولك بالاجابه. يلا ولا نعطيك خيارات؟ خيارات خيارات خيارات. طيب اختار حد من الجمهور اشر عليه. من عارف الاجابه؟ لا. خلو يا لا القلم، يعني هو الجوال كتابة بس مش الإجابة اللي معنا. القلم. غيره ساعده. طيور الجنة. شفته طيور الجنة. لا اتبع، انتبه، خلك معي. طيب لو اعطيتك خيارات قلت لك التلفون أو القلم أو الصدى. القلم. تلفون أو القلم أو الصدى. ثلاثة ثلاثة مع بعض، ولكن نحن نختار قلم. ثلاثة ثلاثة، ولكن نحن نختار القلم. صدى. القلم. القلم. صدى. بسرعة يا ولدي هبطت، شفنا صدى. صدى. طيب أنا أبغاك تثبت عشانه نعطيك الجائزة، ولا نحولها لحد ثاني؟ لا، الصدى إجابة صحيحة. هات لي الجائزة المقدمة من فيدفي يمن للاكسسوارات الجوالات، تستاهل. أقوى تحية له مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، وصلنا للفقرة الختامية، فقرة التحدي بين الفريقين والمسابقة. الآن معي الشباب، أنا أتعرف على أسماء. أسامة خالد. سالم هادي فدعي. والنعم علي عبد الله الدبة. أسامة وعلي. علي عبد الله بن أبوج. علي وأسامة. ناشر صالح كثيري. والنعم والله بناشر. من وين الشباب؟ من سيون تريس. من سيون تريس. والنعم جيتوا البلدة. ايوه. حلو، استمتعوا بأجواء البلدة. الآن بغيتكم تجيبوا لي اسم للفريق هذا واسم للفريق هذا. ها؟ التضامن. التضامن. الاتحاد. الاتحاد، التضامن والاتحاد، ما شاء الله الناس عشاق للرياضة هنا في حضرموت. الآن طريقة اللعبة، معكم الدائرة تبعكم ومعكم هنا الدائرة الثانية. ركزوا شباب، نهدى شوية. في كرات بنرميها على البحر. مطلوب منكم أكثر حد يجمع كرة بعدين نعد، هو يعتبر الفريق الفائز. جولة واحدة معنا، هذا حاجة. الحاجة الثانية، مطلوب منك تروح تجيب كرة واحدة وترجع، واحدة وترجع. أنتم فريق تفاهموا، وأنتم فريق أيضا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. وين ال جاهزين؟ أيوة جاهزين. أنتم جاهزين؟ جاهزين. إذا ونحن جاهزين أعزائي المشاهدين، إذا أنتم جاهزين خبرونا أيضا عشان نبدأ. يلا نعد مع بعض لما الثلاثة الحاضرين، ومن ثم نبدأ. الآن يتم رمي الكرات. واحد، اثنين، ثلاثة. بسم الله، بدأت اللعبة. الآن المتسابقين فريق التضامن وفريق الاتحاد. يلا بسرعة بسرعة، التركيز مطلوب، السرعة مطلوبة. بسرعة شباب. هيا، باقي كم كرات؟ في كرات، في كرات. لا لا لا، هاتها لهنا.
خلوا الكرات شباب، خلوا الكرات. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطي الشباب الصحة والعافية. هيا، كم متبقي كرات؟ كم متبقي كرات؟ عاد شي كرات؟ الأخوة هنا الشباب في اللجنة، وين صاحبك؟ أنا تعبت وأنا مخبه. الآن بنعلن الفائز. لعبة جمع الكرات من البحر إلى هنا على الشاطئ. من الفائز، التضامن ولا الاتحاد؟ تضامن ولا الاتحاد؟ طيب الآن نعد مع بعض عشان تكون بشكل رسمي وواضحة للأخوة المشاهدين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كرة، وأقوى تحية لهم. هنا الاتحاد، ونقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وأقوى تحية لهم. هلا عديتها؟ كم عددها؟ 12 كرة، هنا 14 وهنا 12. الشباب اثنينهم بذلوا الجهود، وما شاء الله. أقوى تحية للفريق الفائز، أقوى تحية للوصيف. الآن الفريق الوصيف جائزته، ولا هنا أول شيء؟ لا ما هم ضعيفين، ما شاء الله ما هم ضعيفين. الجائزة تروح للفريق الوصيف 40,000 ريال يمني، ويستاهلون. أقوى تحية. أيضا الجائزة للفريق الفائز، فريق التضامن، الجوائز مقدمة من لجنة مهرجان البلدة، 60,000 ريال يمني، ويستاهلون. ألف مبروك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بعد التنافس الشديد بين الفريقين نلتقي إن شاء الله مرات ثانية. إن شاء الله استمتعتوا بالألعاب معنا، نشوفكم على خير، ونسوي مع السلامة الكاميرا ونقولهم تصبحون على ألف خير.